أما بليغ ده عليه حركات بوكت عارف يستفزكم ويحرق دمكم صحيح. ده لو سكتنا له عبد الله بيه. تعملوا له ايه يعني؟ هنلعبه زي ما بيلعبنا. اما نشوف مين اللي هيكسب في الاخر. والله يا عمور انا كنت عايز يعني اتوسط ما بينكم وابقى حمامه. حمامه سلام يعني. لكن بصراحه كده انا واخد على خاطري منك وزعلان يا عموره. انا؟ ليه؟ بقى يا راجل تكنسل الواد وتدوله استماره سته. وتدوا البيت للدكتور لا راح ولا جه. ومين اللي قال لك الكلام ده؟ عرفت بقى وخلاص يا عموره. بص يا عبد الله بيه، انا موضوع ولاء ده خلاص رميت طبطه. يعني تقدر تقول كده ان انا ما بقاش ليا دعوه بيها. فيا ريت تشيله من دماغك، ويا ريت الحوار ده ما يعطلش مصالحنا. لا طبعا يعطل عموره. لما تستقلوا بيا وتتنكوا يعطل كل المصالح طبعا. يعني انت هتحط ايدك في ايد مدحت؟ هو بصراحه لغايه دلوقتي الراجل ما ظهرش. وانت عارف ان انا مايل ليك وعايز اشاركك. بس بصراحه انت بطه. بطه بلدي يا عموره. يعني انا حمامه وانت بطه. قلت يا عموره هتساعدني ولا ايه؟ بص يا عبد الله بيه، اي حاجه الا حوار ولاء، وانا رقبتي ليك. اي حاجه اي حاجه. خلي بالك الذكر بيتربط من لسانه. بقول لك رقبتي. خلاص مادام هنبقى شركة لازم يبقى زيتنا في دهنا. فأنا عايزك تطلب من شريف هانم والدتك إنها تقبل عبد الله أبوك. قلت إيه؟ قلت لها إيه؟